الخساره دي عند زميلنا صلاح العقده ومعاه الاستاذ عز الدين حسين نائب رئيس الاتحاد السكندري. شكرا لك يا ابراهيم. يمكن احنا موجودين حاليا في الممر المؤدي الى غرف خرع الملابس مع الكابتن عز حسين نائب رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري. الكابتن حسام حسن حاسب حاله احياء شديده جدا، والدكتور دكتور الفريق كشف عليه وبعته جابوا له بعض العلاجات من الصيدليات المحيطه باستاد الاسكندريه. كابتن عز، قبل المباراه وقبل نتيجه اللقاء اطمن من حضرتك على الكابتن حسام حسن، عرفنا انه كان تعب بشكل مفاجئ بعد اللقاء. هو ضغط كابتن حسام، ضغط زاد عليه فحصل له زي اغماء، وهو دلوقتي في الاوضه معاه طبيب الفريق بيديله بعض الادويه وبيعلق له بعض المحاليل، ويعني بيخفض له، بيحاول يخفض له الضغط عالي شويه. قول لي يعني يمكن جماهير طلبت بعد اللقاء، الجماهير واقفه عند الاتوبيسات بره بتطالب ببقاء كابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي الاتحاد السكندري. كابتن حسام لا يتحمل المسؤوليه كامله، لاعبين لم يختارهم اداء اعتقد يعني لا يرضي جماهير نادي الاتحاد السكندري. قول لي، اتكلمت مع كابتن حسام قبل حاله الاغماء؟ انا اتكلمت مع كابتن حسام، ويعني احنا استحاله نفرط في كابتن حسام، لان مفيش يعني مش هنرمي الاخطاء والاحمال على الجهاز الفني بقياده كابتن حسام. الامر انا بالنسبه لي كنائب رئيس نادي عادي جدا. الكابتن حسام شغال بيعمل فرقه جديده، احنا متمسكين بيه عشان يكمل فرقته اللي هو بيكونها وبيعملها. انا يعني بنقول انا عصبر لغايه يناير، الصفقات الجديده ان شاء الله تعوض النقص اللي موجود في الفرقه، زائد بعض الامور الاخرى ان شاء الله الفرقه تبقى كويسه ان شاء الله. يعني مش هنحمل الكابتن حسام اخطاء الفرقه، يعني ايه هي الاخطاء؟ اخطاء في تكاسل واضح من اللاعبين، يعني انا النهارده اعرف ان لعيب بيلعب في الممتاز ما يعرفش واجبات مركزه، دي تبقى مصيبه. يعني احنا شايفين الماتش شغال ازاي، لعيبه مش عارفه مراكزها، لعيب مش عارف يستلم كوره، لعيب مش عارف يبوظي كوره. يعني انا كمجلس اداره مش هنزل العب مطرحه، ولا الجهاز الفني هنزل العب مطرحه، في تكاسل في اللاعبين. يعني لكن انتم مجددين الثقه في كابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل؟ طبعا، لان مفيش تقصير حصل منهم عشان انا اقيله او استعوضه بجهاز ثاني. لا، احنا متمسكين بكابتن حسام، متمسكين بالجهاز المعاون لكابتن حسام، متمسكين باللاعبين اللي هيبقى عندهم روح تمثل الفانيلا الخضراء. اللعيبه هي عايزه ايه؟ انا مش فاهم اللعيبه ايه اللي ناقصهم برضو، انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي معاهم، بيفكروا ازاي، وضعهم ازاي. لا، في شيء خطا في وسطهم. شكرا ليك كابتن عز، ده كان لقاءنا مع كابتن عز حسين نائب رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري.